بسم الله، خلينا نبدأ نتعرف على البرنامج. هنا بيقول لي add new project، فتقدر تختار اسم المشروع من هنا، وتقدر تختار اللوكيشن. مجرد تدوس هنا يبدأ يعرض لك اللوكيشن. تختار أي حاجة أنت عايز تعمل حسابات عليها. مثلا مصر، هي جايب لي بقى المدن الموجودة: أسوان، أسيوط. اختار بقى أي دولة أنت عايزها، إسماعيلية مثلا. هتقول له موافق، تمام. ممكن تقول له أنا عايز أعمل إيديت للمعلومات الموجودة. المعلومات دي ممكن تكون أنت شايف إن في حاجة فيها عايز تعدل، فتدخل على المعلومات اللي هنا، تشوف أنت عايز تعدل. مثلا هنا بداية الصيف وبداية الشتاء، الانرجي كود هيتشغل بين كود، الوينتر ديزاين، ويزر. تبدأ تدخل سرعة الرياح واتجاه الرياح وكل المعلومات ديت. السمر ديزاين ويزر، تبدأ تدخل المعلومات الخاصة بالكولينج ديزاين، سيموليشن ويزر. طيب هقول له بقى كنسل، احنا ما عندناش حاجة خالص، تمام. هو يعمل في اسماعيلية الاناليسيس تايب انرجي بلس، واقول له اوكي، فهيبدأ يعمل لي مشروع جديد، opening a new file. دلوقتي في الايديت بلاقي هنا اللي اوت، تقدر ترسم اي شكل انت عايزه. خلينا نرسم شكل كده بسيط خالص، تمام. بيقول لي حدد التايب بتاعك، حدد الجيومتري، تفاصيل المشروع اللي انت عايزها، الديتيلز، نيم، التليفون، ادرس، سيتي، ديفولت داتا، تمام. الديفولت داتا هتلاقي هنا حاجات خاصة بالاكتيفيتي، بالكونستراكشن. تقدر تغير التمبليت دوت، تدوس عليه وتختار تمبليت، اي تمبليت. مثلا يعني مثلا هنا ده هنعتبره مثلا ايه، المبنى اللي هيتبني هنعتبره جيمنيزيوم مثلا، تمام. هيديني كل المعلومات الخاصة بالجيمنيزيوم، تمام. تقدر توافق عليها او تقدر تدخل تعمل له اديت للمعلومات لو انت في اي معلومة من دول عايز تعدلها برضو. اول ما تعمل المبنى هتلاقي بيقول لك اللي اوت هي الاكتيفيتي، تبدا تدخل المعلومات الخاصه بالاكتيفيتي، تمام. مثلا زي درجه الحراره، الزون، لو في اي اجهزه موجوده، لو في اي كمبيوترات. فلما تقول له اون هيبدا يقول لك كميه الطاقه المفروض قد ايه، السكادول هيشتغل قد ايه، كام ساعه، الاوفيس اكيوبمنت لو في اي اوفيس اكيوبمنت. فكل واحده من دول تيجي هنا تلاقي عدد ساعات، تقدر تخش هنا تعدل فيها زي ما انت عايز، تمام. بحيث تشوف مثلا هل انت شغال كل ايام على الجمعة والسبت، لا الجمعة اجازة، وهكذا، تمام. ده السكادول مثلا، السكادول دوت اهوت بالشكل دوت. فتقدر تشوف انت هتشتغل من الساعة كام للساعة كام في اليوم كذا، وتقدر تختار زي ما انت عايز من هنا. الأجهزة الموجودة، لو في أي أجهزة بتبدأ تتعلم عليها، فبتبدأ يديك المعلومات الخاصة بيها، الكونستراكشن اللي موجود في المبنى دوت، تمام. يعني مثلا الفلات روف هتختار النوع، أول ما تختار بيبدأ يديني القائمة هتختار منها، أو تدوس على الثلاث نقط دول فيبدأ يديك أنواع تقدر تختار منهم، وتقدر برضه تدخل تعمل إيديت لأي واحد فيهم. زي ما تشوف البرنامج فيه كمية معلومات رهيبة قوي. يعني مثلا هنا هتقدر تقول له أنا عندي كام لاير، طب وكل لاير فيهم نوع الماتيريال إيه وسمكات دي، نوع الماتيريال إيه وسمكات دي. ممكن أقول له مثلا أنا عايز خمسة، فيبدأ يضيف لاير تاني أخرى. أنا أختار بقى الماتيريال بتاعتها وأختار السمك بتاعها وهكذا. أنا هقول له أربعة دلوقتي، لو قلت له ثلاثة هيلغي آخر واحدة، تمام. الكاتيجوري بتاعتها نوعها ايه، السورس بتاعها ايه، تلاقي كمية معلومات رهيبة جدا. الصور بتاعتها كالكوليتد،
يبدأ يحسب لك ويديك كل المعلومات اللي انت محتاجها، الفتحات اللي موجودة الكونستراكشن هنا برضو، ممكن تدخل الكوست لو انت عايز. الاوبننج اللي موجودة، كل نوع من الاوبننج تقدر تختاره، وبعد كده تدخل المعلومات، مثلا نسبة الويندو للحيطة قد ايه، المسافة بتاعتها قد ايه، سبيسنج السبيس بتاعتها قد ايه، ارتفاعها عن الأرض قد ايه، الدور المعلومات بتاعتها. اقول له مثلا اوتو جنريت، يعني اوتوماتيك انت اعمل لي باب ويكون الويس بتاعه قد ايه والهاي بتاعه قد ايه. الحوائط الداخلية برضو ممكن احط له ابواب اوتوماتيك، الفنت، اللايتنج، المعلومات الخاصة باللايتنج. طبعا في معلومات كتيرة افتراضية، وانت تقدر في اي وقت تحذف وتشيل زي ما انت عايز، تضيف براحتك وتدخل المعلومات اللي انت عايزها. المعلومات الخاصة بالشباك، كولينج لود وهيتنج لود ودومستيك هوت ووتر، هوت ووتر وهوت تقدر تلغيها لو انت ما عندكش دومستيك هوت ووتر في المشروع مثلا، او تخليها. الفنتليشن، الكوست تقدر تكتب التكلفة، الاير تمبريتشر ديستريبيوشن تقدر تختار مثلا هنا النوع زي ما انت عايز، اي حاجة تختارها تقول له موافق، يبدأ يظبط لك كل الاعدادات المشروع على الحاجة ديت. جنريشن، هيبدأ بقى يعمل لي الحسابات، الاوتبوت بتاعتي، السي اف دي تقدر تدخل المعلومات كلها هنا، شكل المبنى هيبقى عامل ازاي، بتعمل له زي رندر خفيف كده، وهتلاقي قوائم البودي اختفت. تمام، هو مركز على شكل المبنى، احنا لسه مرسمناش حاجة، خلينا نرسم دلوقتي مبنى صغير خالص كده عشان نشوفه. هرجع تاني للإديت، اجي هنا في اللاي اوت واقول له انا عايز ارسم شكل جديد، اقول له انا عايز ريكتانجل مثلا اهوت، بديله اول نقطة وتاني نقطة، وهو يرسم بالريكتانجل بالشكل دوت. هو يبدأ يعمل حوايط ويعمل الشبابيك ويعمل السقف. تقدر تيجي هنا في الزون فتبدأ تشوف التفصيل بتاع كل حاجة. مثلا الروف اهوت تقدر تشوف المعلومات بتاعته. طب انا عايز اشوف الوول دوت، وكل جوه وول بتلاقي علامة زائد لان جوه شبابيك، فتقدر تشوف معلومات كل شباك فيهم والتحليل بتاعه وكل اللي انت عايزه، وتقدر تعمل اديت لكل حاجة انت عايزها. تمام، طيب خلينا نرجع تاني. طيب هقول له فيجوال، بيعمل رندر خفيف كده سريع. بعد كده ممكن تخش على الهيتنج ديزاين، الكولينج ديزاين، تقدر تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها تبقى موجودة معاك. ادفانسد، الاوتبوت، سيستم سايزنج، اوكي. هو دلوقتي بيعمل الكالكوليتنج، بيحسب الحساب بتاعته، بيقول في ملف لسه احنا محطنهوش. تمام، اللي هو الملف الخاص بالبلد اللي احنا موجودين فيها، فهو بيعمله داونلود. بعد كده بيعمل سيموليشن، بيعمل بروسيسنج للداتا. تمام، فبيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة لان احنا اخترنا الانرجي بلس، فجاب لي الانرجي بلس اوت بوت، التمبريتشر اهوت ده درجة الحرارة، الاير تمبريتشر بسيليزي اهوت ده الهيت بالانس، ده ملخص التقرير، الكولينج ديزاين. بيبدأ يديني زي اوبشنز
اختار بقى اللي انا عايزه، وبعد كده اقول له كون المعلومات وخلاص، تنزل الملف اللي هو بتاع اسماعيلية، فيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة بكولينج ديزاين، تمبريتشر، سيموليشن. تخيل هو بيعمل التحاليل وكل الحاجات ديت، واحنا يعني طبعا ما ادانوش اي معلومة خالص، بس تقدر تخش تختار كل الحاجات اللي انت عايزها، واللي انت عايز تعمل الكالكوليشن من كام، من انهي فترة لانهي فترة، تمام. فاقول له مثلا خليها شهر فبراير مثلا، واقول له اوكي. فهو يبدأ يحسب الفترة ديت، بيبدأ يحمل المعلومات. في مشكلة في السيموليشن، ممكن يكون في معلومة ناقصة. دلوقتي هقول له اوكي او كنسل. بعد كده السي اف دي، الدي لايت، الكوست اند كاربون، يعني تخيل كل الحاجات دي بيقدر يحسبها برنامج واحد وفي وقت بسيط جدا. وتقدر تصدر الشغل اللي هيحصل في سي في دي. احنا لسه طبعا ما عملناش حاجه، لازم نقول له ستارت سي في دي كالكوليشن. تقدر تصدره فيديو، تقدر تصدر التقرير، تقدر تعمل مقارنه بينهم. الدي لايت بيبدا يحسب لي الحاجات الخاصه بالاضاءه، وبعد كده بيديني الاعدادات. تقدر تحدد نوع التقرير، نوع الديتيلز اللي انت عايزها، يعني يبقى انا هعمل كده تقرير خاص بالليد، او ممكن تقول له بالجرين ستار، جرين ستار كريدت. تقدر تدخل المعلومات اللي انت عايزها وتقول له اوكي، هو يبدأ يحسب لك على اساسها. وبعد كده كوست اند كاربون بيبدأ يحسب التكلفة الحاجات دي. عايز اجيب لي التقرير، وزي ما انت شايف في رسوب، تمام. لان حصل لسه ما عملناش الحسابات، ان شاء الله لما نعمل الشغل هننجح ان شاء الله ونجيب تقدير كمان. بعد كده ممكن تدخل على كوست اند كاربون. طبعا عشان تنجح لازم تجيب جهاز كوم ببلاش، الجهاز بتاعي اللي هو يعني ممكن المشروع يخلص قبل ما انت تكون عملت الموديل على الجهاز، تمام. بيقول لي ديسكريبشن ونوع الريبورت اللي انت عايزه ايه، خليه مثلا ايزو، وبعد كده تقول له اوكي، ويبدأ بقى هو يحسب. طبعا اعتقد ان احنا مش مدخلين فلوس خالص، ف هيطلع المشروع على مفيش. بس خلينا نشوف شكل التقرير. هو دلوقتي بقى بيحسب المساحات والمعلومات اللي احنا محتاجينها، تمام، على اساس هيحسب التكلفة. هي التكلفة